احنا كمجلس يدين بدورنا كانت عندنا منهجية وهي تسيير البلدية بطريقة حضارية، تسيير البلدية وتقديم إضافات جديدة لهذه العهدة إن شاء الله. وهذا المجلس الجديد جاب وجوه جديدة وفئة شبابية مختصة في جميع المجالات، من ناحية هناك من ناحية المالية، من ناحية التقنية، كان أعضاء عن اختصاص في المجال التقني، وكان أعضاء عندهم خبرة ممارسية. وهذا بالرغم من هذا فإن هذا المجلس الجديد سيقدم إضافة جديدة وهي تنمية في عدة مجالات. ومن البرامج اللي كنا نقترحها في أثناء الحملة هي برامج اللي الآن واجب علينا أن تحويل هذه البرامج اللي كانت اقتراحات ووعود، تحويلها هذه البرامج الآن يجب تحويل هذه الوعود اللي كنا نوعد بها الشباب، نوعد بها السكان القرية، إلى مشاريع. وحان وقت الآن لتجسيد هذه المشاريع في أمر الواقع. وهذا سيدي الكريم تمكى رئيس بلدية حاسي بن عقبة، خاصة ونحن نعاني تفشي جائحة كورونا، ما هي أهم التظاهرات أو التي قام بها أعضاء المجلس الشعبي البلدي وذلك بحضورنا؟ هل عهدناكم في الشوارع صاهرين على عملية النظافة، صاهرين على عملية تعقيم المدارس؟ أين وصلت العملية وكم مدرسة مستها هذه الإجراءات؟ الإجراءات التعقيم واللي هي كما قال جائحة كورونا، نحن لحد الآن في استمرارية في هذه الوقاية، بالعلم أن عندنا 6 مدارس حاسي بن عقبة، والتعقيم متواصل باستمرار في هذه المدارس. بارك الله فيك الرئيس. كلمة أخيرة يوجهها السيد أحمد تواتي رئيس المجلس الشعبي البلدي حاسي بن عقبة إلى كل ساكنة البلدية. كلمة أخيرة نوجهها لسكان حاسي بن عقبة هي نشكر المواطنين سكان حاسي بن عقبة اللي وضعوا فينا الثقة التامة في تسيير هذه العهدة. وانا من هذا المنبر نتعهد السكان حاسي بن عقبة ان نسير هذه العهدة ان شاء الله بطريقة نظامية وبطريقة حسنة وبطريقة شفافية ان شاء الله، بالرغم ان ولدنا مشاكل كبيرة في هذه العهدة. وان شاء الله نكونوا قد نجموا نحلوا ان شاء الله هذه المشاكل تدريجيا ان شاء الله.